duma duma tak tak بيجر او لمره لا duma duma tak duma duma tak. مساء الخير من بسمات وطن. الورشه بعدها قايمه لتحضير الحله الجديده لبسمات وطن. تعرفت علي جوات الكادر، اليوم رح تتعرفوا علي برات الكادر. باميلا جرجي. يلا بدكن نبلش؟ ليكو قوتي حلوة. هيدا كله الديكار أنا عملته، عادة ما بخلي حدا يفوت على هيدا الأوضة لأنه سكري لألي، بس اليوم أنتو إكسيبسيونيل ما فوت لنعمل نقيش. الله يستر. مام هلب هلب بدون يأكلوا عنا شعوب. يلا بالإجمال أنا زيرو بالمطبخ، بس اليوم كمان كرمالكم. تحبوها سميكة رقيقة. مبدئيا شكلهم بيطلع أعوج، بس هن بيطلعوا كتير طيبين. انتو شو بدكم بالشكل؟ أطيب ترويقة اليوم ساج باميلا. خلص هالقد ماكسيموم، يعني بزيادة إذا بدكم تاكلوا اليوم، لأنه وقلا ما بتطلع ولا أكل. Bon appétit. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خد وحده هيك وحده هيك. ليك ما تعملي بتتروش هلا كار. انا بعرف قيمه التكنيك. تاع اوت حبيبي تاع بلا سويت. البلانت بدها انه تهتمي فيها، بدك تفنجيها عن جد. وهيك كانت هالقد ماما رح تقتلنا، يعني صارت شجرة ومش عارفة وين بدي روح فيها، وعلى البلكون ضيق. فوت نغير تيب، نعمل تيب سكينة ونطلع على السكين. اونيفا يلا. يا ماما انا رايحة. هيدي درعون حريصة ضيعتي اللي بحبها كتير، كل طفولتي عشتها بدرعون، ضيعت امي، وانا عرابة جودي يلي هي انا بعدها مثل بنتي، وهلا جاية اخذها على التلج. يلا تعالوا معي. بونجور بونجور بابا. ردي جودي بنتي بالمعهودية، بجرب قد ما بقدر ضلني وقت أنا وياها نهار السبت أو الأحد، بالإجمال نتغدى سوا نهار السبت أو نهار الأحد. كان عندي عشق للتلفزيون أنا وصغيرة، كنت عندي حشرية كيف بيشتغلوا بالتلفزيون. بلشت من لف كابلات وصرت أسيستنت، رجعت صرت مديرة إنتاج، مرقت بكل مراحل الأوديوفيزيال إذا بديت. يلي بدو ياكل زيتون لازم يهز الشجرة. هيدي العبرة أنا اخدتها بكل حياتي، لأنه بلشت من الصفر لصرت قدام الكادر.